بسم الله الرحمن الرحيم، السادة مشاهدي قناة درمان الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة جديدة من الحركة السياسية في أسبوع، حلقة نخصصها لقراءة واقع ومستقبل الأحزاب السياسية السودانية من خلال الأحداث الجارية. أتشرف أن يكون معي من داخل الاستوديو السيد محمود عابدين، المنسق العام للجان السورية. أهلا وسهلا، مرحبا بك سيد محمود. أهلا بك سيد. ويمتد الترحاب للدكتور عمار السجاد، القيادي بالمؤتمر الشعبي. مرحبا. طواقيك كثيره يا عمار، قيادي بالمؤتمر الشعبي. اسناد الحوار. نعم، رئيس رئيس اسناد الحوار. تيار اسناد الحوار. ضيوف الكرام، الحلقه دي دارين نخصصها زي ما قلت لقراءه واقع الاحزاب السياسيه السودانيه من خلال الواقع الجاري والاحداث الجاريه واللي كشفت واقع الاحزاب دي. احنا في احتجاجات في الشارع، احتجاجات في الاحياء. ملاحظتنا كمراقبين صحفيين انه المحتجين هتفوا للجيش لكن ما هتفوا للاحزاب. الناس كانوا بيتكلموا عن مستقبل، ملامحه ما واضحه، لكن ما كان في استدعاء للاحزاب ولا لتجربه الاحزاب. السيد محمود، انا دايرك انت تبدا لي، تحاول تفسر لي هذه الملاحظه، يعني ان صحت طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا سهل، حقول نبدا من الاول، يعني من الاحزاب ذاتها، من نشاه الاحزاب. التجربه كانت ويست مانشستر غربيه، يعني نعم، يعني جابوا التجربه وكيف تخش البرلمان وكذا وبتاع والحزب وشكله وبتاع. لكن الكيان اللي طلع ما كان كيان ديمقراطي على الاطلاق، كان كيان طائفي، وكان الطائفه الدينيه هي اللي كونت الاحزاب. وبالتالي الطائفه الدينيه دي ما بتسأل الناس برنامج أو أي شيء من الأشياء المتبعة في تكوين الحزب، يعني. لكن هذه الأحزاب بتكتر بالتكاثر، يعني الأنصاري بينزل أنصاري، والأنصاري حزب أمة، والخدمي بينزل خدمي، والخدمي اتحادي، وهكذا المسألة دي. فنحن في تقييمنا كحركة لجان سورية لهذه الأحزاب الوطنية التي ساهمت في إعلاء راية الاستقلال وحررت في السودان وعندها لمسات كبيرة، هي من المفهوم العام ده وطنية للغاية. لكن مفهوم الحزب هي ما بينطبق عليها كلمة حزب. الحزب السياسي. ما بتنطبق. دي قناة شعبية. قناة جماهيرية. قناة طائفية بغطاء سياسي. بجهاز فوقي سياسي. تمام؟ مفهوم الحزب ما بينطبق على أبداً. على الإطلاق. قول لي لا ما بينطبق. جيب لي واحد بس قول لي اتحادي، أقصد خاتمي، وقول له ده حزب الأمة، اقرا برنامجه. يا سلام، ده برنامج كويس، بيقدر يخشه؟ ما بيقدر. يعني هي من الاول برشمت بالشكل ده. جات الاحزاب الطائفيه، طبعا الاحزاب العقائديه، ودي احزاب مستورده كلها، جاي ما 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 ما, ما وليد الواقع السوداني. اخوان مسلمين جم من مصر، شيوعيين جم من مصر، مش عارف بعثيين جم من العراق ومن سوريا ومن كده، يعني جت من المدرسه. لكن كمان الطلائع اللي كانوا مؤمنين بهذه الافكار استطاعوا لحد ما ان يبلوروا افكارهم دي مع الواقع السوداني وتنمو وتنتشر في السودان بالعبقريه بتاعت السودانيين الاوائل اللي جابوا الافكار دي وعملوا. خلينا نشوف السجاد، دكتور السجاد. الاحزاب السودانيه تاريخ طويل جدا ومارست العمل سواء في العلن او في السر، يعني حتى في الازمان الشموليه الاحزاب دي تحل ظاهرا لكن تمارس عملها. مع ذلك ما استطاعت هذه الاحزاب يعني انها تجمع طموح المواطنين السودانيين. في زي موقف نفسي كده، يعني السودانيين اميل للحكومات الشموليه والعسكريه من التجارب الحزبيه. انا افتكر نحن السودان عنده خصوصيته. يعني في حاجات زي مثلا مجتمع ابوي كده او اسره ممتده. فالاسره الممتده قويه في السودان، ودي عشان كده تلقاها في المجتمع. مثلا حس القبليه والقبائل والنظام القبلي والعشاء، ما ظل القبيله حاكمه، نعم، مؤثره واثرها اقوى من الحكومه ذاتها. امسك البيوت الدينيه، اثرها كبير جدا. عشان كده الاستعمار لما جاء ما قدر يتجاوز الواقع ده، وبقى الواقع ومش عليه كده، يعني ما حاول يغير فيه. وبالتالي قامت احزاب، هي في النهايه احزاب بتاعت بيوت دينيه،
يعني سودان برضو ما قدرت تتجاوز الواقع. خلاص هي الأحزاب ما قدرت فعلا. أنا أفتكر الأحزاب الدينية الحزبين الكبيرة هم ما يعني أنا بحمله أفتكر أنا على عدم تطور العملية السياسية في السودان. يعني حتى كان لو بقت أحزاب قامت على الوطنية وقامت على المبادئ الاستقلال الحراك السياسي ومؤتمر الخريجين حاول المؤتمر الخريجين حاول يعملوا يخلوا أحزاب حديثة وأحزاب تعد برنامج سياسي لكن ما قدروا يتجاوزوا ودي لا أشياء راكزة في المجتمع السوداني يعني هي قصة البيوت الدينية والانتباه الديني ولا احترام البيوت الدينية هي حالة دون نعمل ممارسة سياسية ناضجة وفعلة بفتكر. سيد عبدين عندكم كلجان ثورية تجربة فريدة حقيقة التجربة اللي قامت على نظرية الكتاب الأخضر نعم اللي قام عليها الحكم في الجماهيرية الليبية عقود طويلة يعني وانتقلت التجربة دي للسودان كده أنا ذلك تعرف المشاهد شنو اللجان الشعبية اللجان الثورية قبل ما نعرف المشاهد حكم المشاهد يتعرف عليها احنا في ثورة اكتوبر كنا شبان صغار ولما قامت الثورة كنا بنهتف لا حزبية ولا أحزاب ولا زعامة للقدامة لا حزبية ولا أحزاب يس أي زول حضر اكتوبر كان ده شهر أساسي وبدينا نتعامل مع الاحزاب مش عارفين بدينا نتعامل مع الاحزاب ما بقت تتعامل يعني ما طموحنا ما فنحن من الشباب لما طلعت النظريه العالميه الثالثه اللي هي عملها عمر الخزافي الكتاب الاخضر اتحدث عن الاحزاب لقى هوى في نفوسنا في افكارنا في تاريخنا انه عندما قال الحزبيه اجهاض للديمقراطيه جينا قرينا الواقع السوداني لقينا الاحزاب بتعدل الاستقلال اول من تمرد عليها تمرد الجيش لقينا الاحزاب ما بعدها مش عارف النظريه العالميه الثالثه لانه هي نظريه في نظامين اصلا في العالم جاتكم عبر شنو الكتب ولا لا 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 دي عبر وسائل كثيره جدا ومتعدده وعبر اذاعات انا واحد من الناس التقيت بالنظريه في المعتقل سنة كم؟ أنا سنة تقريبا 81 كنت في معتقل الأبيض سنة 79 باين أي 79 وسامع إذاعة بتتكلم الحزبية جهاز للديمقراطية ومن تحزب خان وكلام ثوري جدا دخل في مزاجي ده يعني عرفته كيفت منه جدا ده أنا عاوزه نعم وتناديت أنا أنا كنت في حزب طبقي بدافع عن الطبقة العاملة النظرية دي الحزب الشيوعي كنت شيوعي أنا الحزب ده بيدافع عن الطبقة العاملة تمام وطارح برنامج الطبقه العامله والطبقه العامله جزء والحزب ذاته جزء المجتمع كله اجزاء فما يستحق ان يكون في جزء بيحكم الكل النظريه الجماهيريه بتتكلم عن الكل يحكم نفسه وبالتالي حصل تنادي من المناضل انا جزئي في السجن الى مناضل كلي من اجل الشعب سلطه الشعب وبرضه في السجن لان انا طلعت من السجن في 6 ابريل نعم. يعني في كلتا الحالتين المسألة ماشية بالشكل ده احنا بندعو لسلطة الشعب يعني دي كلام ديني كلام اسلامي كلام معقول لما سبحانه وتعالى يقول لك وامرهم شورى بينهم وشاورهم في الامر منهم الشعب الناس خلينا ندي السجادة فرصة في الحتة دي دكتور بالضرورة قريت النظرية العالمية الثالثة والكتاب الاخضر سيد محمود قال ده الدين إلى أي مدى في تقديرك تقارب لو ما تطابق هذه النظرية يعني الشورى أنا كده أنا سألته نحن طالعين على الاستوديو عن هل هم لقوا الترابي وعلاقته بالترابي كانت أنا تقرأ الترابي طرح بداية الإنغاز تأثر جدا بقصة ودي يمكن خلت الغزافي يحب الترابي جدا كان لحد ما الترابي انتقل هو الغزافي انتقل كان صديق الترابي حتى بعض الليبيين طلبوا من الترابي يدخل في أيام الأزمة لعلاقته القوية بال أنا أفتكر موضوع الديانة الشعبية الديانة الثورية الديانة الشعبية في السودان بداية الإنغاز عملت ربطت السودان ربطة شديدة بغض النظر عن حزب وطوائف كل تفاعل وقدمت الخدمات وأنا أفتكر هي يعني حاجة قريبة من فكرة مقاربة للفكرة الإسلامية أيوة. عندكم وحتى المطور الوطني لما اتعمل في بدايته كان هو محاولة ترازو كان بيحاول يفكر يشوف نظام سياسي غير الديمقراطية الغربية أيوة هنا. أيوة فأنا بفتكر الترابي كان بيبحث متحرك بالفترة مع فكرة الديانة الثورية وما بين الديمقراطية
القلبية اللي يرادي. أنا أعتقد حتى لا، وأنا ترى بين قصة الشورى عنده ركزة، وحتى قصة إنه اختيار الحاكم وما اختيار عنده في الفقه، إنه ترابي كان بيذكر إنه الشورى دي ما يعني البيعة ما له فرض، البيعة للجماعة يعني ما في بيعة لفرد، لا لحاكم ولا إمام ولا خليفة ولا لا، نتبايع. يعني أول ما انتبه الحتة دي وبدأ يطرق عليها أنه نحن نتبايع، مع نحن نشاور نتفاعل مع بعض، يتفاعل المجتمع كله. يعني هي دي الفكرة بتاعت الترابي. ولا هي كيف أفتكر في خيط في خيط في آسرة ما بين في خيط رفيع. الترابي حاول كان قصة الدورتية الغربية دي يحاول يدلام عالية أنه كيف نظرية سياسية تتوافق مع الواقع بتاعنا بتاع العالم بتاع المسلمين بتاع العالم الثالث بتاع السودانيين. المهم يعني زي ما الحركة الإسلامية قال هو عدانا طبعا الإخوان المسلمين والله ما أعرف ما عدانا في نحن حركة ما مستوردة، مثلا الترابي حركته حركة محلية. يعني حركة حاول يخلق حركة سودانية. خلينا نتابع الأستاذ والله وما عنده علاقة بالتنظيم الدولي. أنا قلت أنا أعرف محطتك التالية، المحطة التالية بس في الكلام اللي قاله عن الشيخ حسن الترابي رحمة الله عليه. احنا في 88 عملنا الملتقى العام الاول لحركه اللجان الثوريه، والصدقه شديده وممانعه قويه ومعارضه قويه من الاحزاب التقليديه ولا احزاب اللي تدعي اصلا التقدميه كمان. وشلنا اوراقنا بتاع الملتقى. دخلت اللجان انت عفوا؟ لا 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 لا، هو ما في حد دخلها بالاسم كده، شالها في ظهره جابها. لا كفكر كطبعا لا لا لا، فكره دي خلايا كثيره جدا، خلايا كثيره جدا وشبان كتار جدا يعني الحقيقه يعني. بس تاثروا بالنظريه العالميه طبعا، دول خصوصا الجماعه اللي كانوا قاعدين في ليبيا واللي كانوا قاعدين في اوروبا ايضا يعني. من للتوثيق بتدينا اسماء؟ والله ما بقدر اديك اسماء، لانه انا ذات واحد من الناس، انا اسست اللجان السوريه في حته ثانيه غير السودان. طيب اديك تفضل. اما شلنا اوراقنا بتاعت مغرات الملتقى الاول ده، وبنلف على اخواننا الزعماء الكبار بتوع السياسه دول نقول لهم نحن عملنا مؤتمر ودي اوراقنا وده كتابنا الاخضر. يقولوا لما مشينا في المغر بتاع خرطوم 2 كلمتك بيه، لقينا شيخ جبل اسلاميه بتاع جبل اسلاميه، لقينا الشيخ حسن قاعد معاه والشيخ احمد عبد الرحمن. وقعدنا معاهم، ومعايا نفرين، انا واحد من الابيض وواحد من العطبر، وقدمنا له الورق بتاع المطاب بسط جدا. وقال لي انا قريت الكتاب الاخضر. نعم. قرايه عميقه. ولم اجد فيه اي حرف يدعو للالحاد. ما فيه الحاد على الاطلاق. ونظريه ثوريه، وانتوا وطنيين لكن قدامكم زمن طويل جدا عشان تحكموا. قلت له شيخ احنا ما دايرين نحكم. نعم. اما قامت الانغاز ان احنا من يعني بنقول معاك يعني احنا اول المؤيدين يعني للانغاز، لان عندنا رؤيه، احنا عاوزين نخلق في الوطن العربي كقوميين عرب او دعاء للثوره العربيه الاسلاميه علاقه بين الحركه الاسلاميه والحركه القوميه. وكانش المناخ ما كانش موجود في اي دوله من الدول الا في السودان، يعني التقارب، وزي ما تفضل الاخ الدكتور سعه الصدر وسعه الافق ويسمعوك وتسمعهم وبتاع، فعلا ان احنا نعمل عمل تقارب اسس على المستوى القومي ملتقى الحوار العربي الثوري الديمقراطي اللي بقى فيه الاسلاميين وبقى فيه القوميين وفيه الماركسيين وفيه الوطنيين. صح. دكتور، رغم كلامك عن الآثر اللي جمعت الشيخ حسن بالإخوة في اللجان الثورية ومقاربات الفكرة، فكرة اللجان الثورية مع ما كان ينظر إليه الدكتور حسن الترابي، لكن الواقع كان بيقول إنه في قطيعة بين الحركة الإسلامية كتنظيم والنظام الليبي، وقطيعة ما بين النظام الليبي وقتها طبعا النظام العقيد وجماعة الإخوان المسلمين. القذافي احتضن الطائفية، احتضن سيد صادق المهدي، عنده علاقات كانت ممتدة مع البيت المرقني سادة المرقنية، كذلك آل الهندي. ما أعرف إنه في تواصل ما بين الإسلاميين في السودان والعقيد مع عمر غزال. العكس، أنا بفتكر عكس، أنا بفتكر عبد الله زكريا هو ده في نادي كان في الحركة الإسلامية حسب معلومة حسب المؤسس مؤسس الحركة الإسلامية. نعم. وهو صاحب الربطة. إذا الحركة الإسلامية هي ربطت الطائفية والأحزاب الكبيرة بالغزاف، هي العلاقة السابقة بين هي ربطت قصة 76 والتدريب والسلاح عملوها الإسلاميين مع الغزافي. يعني الغزافي علاقة بالإسلامية، الغزافي أسبق لأي كيان سياسي
آخر ده حسب ما أعتقد، أنا ما عندي ممكن يصححني يعني حكينا حقه. وأنا دارك برضو ترجعنا للموضوع بتاع الواقع السوداني، خدني في لا حنرجع للواقع السوداني مستعجل أنا. نقلت تجربة اللجان الثورية للسودان في عهد الإنقاذ؟ ومش نقل، مش نقل. أنت فكر اللجان الثورية ده فكر عالمي فيه مقولات، أنت بتشيل المقولة دي تمام وتطبقها على حسب الواقع والبلدان والشعوب مختلفة في الدرجات، في درجات الوعي وفي درجات الاستقطاب وفي درجات التفكير. يعني نفترض مثلا احنا كنا بنتكلم عن الشورى في الإسلام وكل الحركة الإسلامية بكل مدارسها يعني بتتكلم عن الشورى بتأكد على فهم الشورى، الديمقراطية المباشرة، الشورى، ديمقراطية الشجرة، الحاجات دي. لكن الوسيلة هي شنو؟ احنا جبنا الوسيلة اللي هي المؤتمرات الشعبية. المؤتمرات الشعبية. أيوة. التفكير الجماعي يتم داخل المؤتمر الشعبي. فهمتني؟ هنا جينا في السودان كان الشكل بتاعنا شكل متطور جدا، يعني بلد عندنا أحزاب وعندنا تجارب. غفزة كبيرة سيد محمود، تحولت اللجان الشعبية في السودان إلى حزب في الآخر. طبعا ده خطأ الحزب الحاكم الآن. المؤتمر الوطني. الوطني. ليه علاقته بخطأكم شنو يعني؟ لا أقول لك إيه. الأول كان كلام عن نظام سياسي. نظام المؤتمرات. يس. نظام سياسي. في كل حاجة داخلة في النظام السياسي ده اللي مبتمن على شورى وكده وبتاع والتصعيد يعني الحاجات اللي ما فيها أحاسيس برجوازية بتاع الطمع في السلطة وفي الثروة في أي حاجة. كان المسألة دي كان مثلا. وبدينا المؤتمرات الشعبية، وبالمناسبة نحن اللي قدمنا الفكرة بتاعت المؤتمرات الشعبية لمجلس قيادة الثورة. بعد الملتقى اللي حصل في الخرطوم بتاع شهر 10 بتاع الحوار قضايا الحوار السياسي سلام قضايا سلام اول مؤتمر اي اول مؤتمر احنا قدمنا الكلام فكره المؤتمر اللي بسيطه جدا. ناس في الحي في السكن في هنا وهنا بتقعد تختار ناس يديروا امورها بشكل آلي، بشكل آلي يعني مش بشكل انتماء حزبي ولا غيره ولا كلام زي ده. اللي بيقدر على المسؤوليه ياخدها، وبالتالي هيعمل ايه؟ هو هيحل مشكله الناس اللي حوالينه وهكذا يعني. والفهم ده كان في محافظة ترابي ذاته، كان يعني انا متذكر في سمار قدم محاضره بيتحدث بين العلاقه الفوقيه بين الجمهور والحاكم منه، فبيتكلم عن بيعمق في فكره المؤتمرات واللجان الشعبيه كاداه لتوصيل الراي اللي تحت للناس اللي فوق. فاحنا نقول انه المؤتمرات الشعبيه كانت 14313 مؤتمر شعبي في السودان كله أيام في جنوب وكده وبتاع، وكان في دارفور أكثر من 1000 أو 10000 مؤتمر شعبي. في دارفور لما كان في مؤتمرات شعبية كانش في شكل، كانش في خناق، كانش في صراع، كانش في عصبية، أي زول لاقي نفسه كله. وبعدين منتظر يعني الأبناء بتوع دارفور من أكثر أبناء السودان فقها بالنظرية العلمية الثالثة، لأنهم كتار جدا عاشوا في ليبيا وعاشوا التجربة وأسسوا الحركة، هما من المؤسسين الرئيسيين لحركة اللجان الثورية في السودان. فهمتني؟ فأصبحت المؤتمرات الشعبية دي نظام سياسي. في فترة من الفترات ابتدى التلاعب بقى في الكلام. ابتدى التلاعب في الكلام دكتور السجاد. بديتوا أنت 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 من الشباب يعني من الشباب اللي قامت عليهم الإنقاذ كمجاهد وكشاب كنت في ناشط في الجامعات وغيره يعني. بديتوا بالمؤتمرات الشعبية. بدأت بفكر مقارب للفكرة الطرح السيد محمود عابدين، فكرة النظرية العالمية الثالثة، الشورى والمواعين الكبيرة. يعني أنا ما بعرف أسألك بهذا الشكل، لكن ليه بدأت الانحراف من هذا الخط يعني؟ شوف أنا ده أرجع للكلام اللي قاله. أترابي عنده نظرية أصلا نظرية التوحيد، فكرة كله قاعد على التوحيد. يعني لازم كل الحلقات تدور حول التوحيد. وترابي في السجن لما دخل السجن يعني حبيسا ومش الرئيس الغصر رئيسا وفي دي كانت فتره الهدف منها انه يقعد مع القوى السياسيه داخل السجن فتره قضاها 6 شهور اللي هو قضاها ياسين ودار معهم حوار اظن هم مع بعض نحن نعمل نظام سياسي واحد. قال لها كلنا نخش في نظام سياسي في واحد واحد وتعد تشتغل تعد ما في مشكله تعد تشوف نحن اي دول قرروا تعد داخل النظام. فترابي دار شيء يطمين على قضيه واحده
او مكون واحد او عقل واحد ونشتغل تحت كسوداني بعدك ننزل تحت نوصل نفس الطريقه بتاعته هو اكيد يبحث عن شيء فما وجد الكلام تجاوب فهي كده بتكر انه الكلام الاتهام اللي قالوا انه غاز انتكس ونكس ما لانه ترابي كان والقوى السياسيه كلها توافقت معه على هذا الشكل على النظام السياسي اللي بفكر فيه كان الحكايه ممكن تمشي لكن بعد الاطراف الثانيه ما مشت ترابي استجاب رجع اللي قالوا التوالي رجع اللي جاب قالوا التوالي عشان نرجع للديمقراطيه لكن في النهايه لازم السودان كله يشترك ترى وقتها ما كان الغرار بتاع الغازي انه هو يبقى ظل حكم دكتاتوري عسكري او حكم شمولي او نظام واحد اصلا دي ما نظرته هو افتكر انه يعني لجأ للتنظيم مضطر ما لقى تجاوب ما لقى تجاوب رجع بعد ذلك تراجع عن فكرته واشتغل اضطر يعمل تنظيم اشتغل يعمل بدل يعمل تنظيم ونظام التوالي ولا كده وبعد ذلك وقبل المؤتمر الوطني بعدين نعم تفضل انا عندي رأي انا ما عايش الفتره دي كويس يعني ما عايش كويس يعني هو طبعا كون الناس في السودان تبقى في مؤتمرات شعبية ولجان شعبية ولجان ثورية تاخذ حريتها في التعبير وتعبر عن نفسها وكده ما عجب أقاليم كثيرة جدا حولنا ما عجبهم الكلام ده جيراننا ما عجبهم الكلام وخصوصا هما عندهم عقدة مع معمر القذافي وافتكرونا احنا كلنا دول معمر القذافي حتى التراب ذاته افتكروا معمر القذافي القصة دي تقرأ استنساخ للتجربة ايوه وهي ما استنساخ بالمناسبة يعني تجربة سودانية زي ما قال 100% ما جبنا حاجة مصطلحات ذاتها كانت مصطلحات سودانية يعني كان والعقيد القذافي حريص على انه التجربة تكون سودانية خارج بلده ما يأثر عليها حتى احنا بالنسبة لما تعاملنا مع التوالي السياسي وده طبعا بيعتبر في الفهم بتاعنا خيانة ردة كيف تتعامل مع احزاب قال لا هم دول عايشين في مجتمع والمجتمع بتاعهم ده فيه احزاب جذريه وتاريخيه وده عشان يتعاملوا معاه عشان يحافظ على 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 وجودهم العلني وعلى افكارهم ويقدروا يعبروا بتاع يتعاملوا مع المجتمع الى ان يستطيعوا ان يغيروا فيه وده الكلام اللي قاله ما كان ممكن يكون في حاله بتاع التشنج انتوا لجان ثوريه ده عملتوا مع الاحزاب ودخلتوا انتخابات اطلعوا من الحته دي مش كده لكن ما كان كده ابدا خلاكم تصالحتوا مع الواقع اي لكن الحته بتاعت التحويل من النظام للتنظيم بالمناسبه دي مساله مهمه الناس ما بيدوها اهميه اتفضل في 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 التطور العمل السياسي في السودان لان اول حاجه شبهوا النظام بالنظام الشمولي وما نظام شمولي ما كان المؤتمرات الشعبيه نظام شمولي على الاطلاق ما كان اتحاد اشتراكي ولا كان تنظيم واحد ده كان تنظيم شعبي كامل اللي بيخش بيخش وبيطلع منه بيطلع اللي عايز يتكلم يتكلم اللي عايز يتصعد يتصعد ما في قيد لكن اتحول ما قبله والتجربه هتتعصر يعني بتاعت الثوره السودانيه مع التجربه بتاعتنا دي فطرح اتحول النظام الى تنظيم لما تحول النظام لتنظيم هنا انتفى كلمه سلطه الشعب والشعب والسلطه لا بقى سلطه الحزب واللي عاوز يخش الحزب دخل واللي ما داري يخش واحزاب ثانيه قامت وجت الفكره بتاعت التوالي السياسي دكتور السجاد الشعب الان ليس بخير الشعبي ولا الشعب الشعبي نحن نتكلم عن الاحزاب بعض من شبابكم قدموا استقالاتهم انا بس داير اناقشك في واقع الاحزاب عشان نخش نعم. في عظم حلقتنا نعم. نخش موضوع نعم مجموعه من الشباب تقدموا باستقالاتهم حتى قياده الشعبي لا تبدو راضيه عن اداء الحزب اداؤه في الجهاز التنفيذي وده ممكن يكون مثال للاحزاب كلها حتى المؤتمر الوطني الحزب الحاكم الان عنده بعض الشباب وبعض العضويه ما راضي عن اداء الحزب بعض شباب المؤتمر الوطني الان في الحراك في الشارع ابناء قيادات يعني وانت تعلم يعني المخرج شنو من الواقع الحزبي ده يعني نتكلم على الواقع السياسي نتكلم على الواقع عندنا مشكلتين نتكلم على الواقع الحزبي ما الواقع السياسي المخرج شنو من المواعين دي يعني هي عندنا مشكلتين عندنا واقع حزبي ضعيف تولد عنه واقع سياسي مجهول الاتجاه خلينا في الواقع الحزبي ده نعالجه كيف الواقع الحزبي انا بفتكر انت عايز بس اديك المطور الشعبي طيب المطور الشعبي عندنا حزب مفترض يكون انتقل حتى الان انتقل لشنو انتقل من ربع جديد لواقع جديد خلينا نسمع واقع المنظومه الخالفه فنحن بنفتكر انه هو الان قاعد في زمن مش بدل الضايع في زمن ذاته ما حقه نعم دي قناعتنا التي يعني لا تتزعزع ابدا
أنه يفترض طوالي يكون قطع شوط في مشروع انتقاله. عشان كده أنا أي كلام محاكمته محاولة نقده ما عندها معنى. فعلا الناس مفترض يكون يتجاوز مرحلة الحزب. يفترض نعم. فعشان كده حسي ما يبقى شنو أنا حسي ما بطالبه بحاجة. يعني هذه حاجة مبهمة يعني أنت ذكرتها المنظومة الخالفة. يبقى شنو الحزب يعني؟ لا ينتقل ينتقل واقعه مع آخرين حاجة يمشي ل ل ل لكيان واحد أكبر. هو ده شنو دي؟ ما خلاص الناس بعد نحن نتكلم عنها ونطرحها. وندعو ونقدم الدعوه ل انتوا ليه متحفظين في قصه المنظومه الخالفه دي يعني؟ انتوا دائما بتقولوا الحزب مفترض يكون انتقل للمنظومه الخالفه يطلع القرار والناس يبدوا اجراءات بعدين يجي نقول الفكره كلام. شنو يعني حيبقى شنو؟ انت قلت مفترض يكون انتقل انتقل لواقع الحزب جديد لواقع جديد حزب حزب وما انا ما اديت النسخه للدكتور غازي صلاح الدين كان اول مره اقوله بعد المنظومه الخالفه المنظومه الخالفه طلع وحس قال لي دينا ما قال تحتاج الى جلسه مادته انا صوت المفكرين الوطني مادته اليوم ما خلص يعني واحد من الناس اللي حورناه وفيها حولها وبدربنا حوارات عندنا معه فيها شغل الدكتور غازي قال دي قال اذا قريت قلت حزب ما حزب تيار ما تيار هي منظمه اي شيء تقول هي ما كده فتح قال تحتاج الى عقول مكان فيها شفر قال ما في كل الترابي وقال تحتاج للناس القريبين من الترابي ترابي رحل قال تجيبوا الناس القريبين من الترابي يقعدوا فيها بيفكوا الشفرة كويس فالمهم نحن ما مستعجلين موضوع وعارفين انه فيها في النهاية مشروع سياسي لأهل السودان داير يعني يدعو لوحدة كبيرة يعني داير مثلا تقول حزب مثلا لكن يكون واسع واسع يضم أكبر قدر من هي نفس الرجوع لفكرة الأولى اللي كان الأدار فيها حوار في السجن مع ناس الإمام الصادق وناس سيد حسام المرغني في الحزب ما دار معه ناس حتى نقود أدار معه حوار يخلنا نتعالوا نحن نعمل حاجة واحدة نشوف كده كيف كده نعمل يعني نفس الفكرة بتاع الحاجة قريبة سيد, سيد سيد محمود أنتوا عندكم التجربة بتاعت اللجان في السودان تحولت لحزب أنت رجعت الخطأ ده لل رجعت للمؤتمر الوطني مضطر مضطر يعني اضطرارا بقيتوا حزب لكن الواقع أنه حتى في المنبع في ليبيا التجربة سقطت في مستقبل للجان الثورية كفكرة طب نشوف ليبيا دي هل في مستقبل لأنصار القذافي أن يحكموها في الفترة الجاية دي أنا بعتقد فيه الفكرة ما بتموت يا سيد بكر الفكرة ما بتموت على الإطلاق يعني إحنا ماسكين مع واحد ميت يعني لا الفكرة ما بتموت الفكرة بتتطور تفتكر أنه النظام النظرية الثالثة النظام الجماهيري عايد في ليبيا؟ هو النظام الجماهيري ما نظام سياسي يعني أن هذا منتصر عليه النظام الرأسمالي صحيح؟ منتصر عليه النظام الرأسمالي منتصر عليه النظام الطائفي منتصر عليه النظام الحزبي لكن هؤلاء بيحملوا في 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 جواهم بذور انهيارهم لأنه كل حاجة وأنصار الغزافي زي ما قال أخونا أنصار الغزافي عائدون إن شاء الله بإذن الله وبقوة لان الواقع بيقول ان حكم القائد الغزافي السلطه بتاعت الجماهير والمقارنه بتاعت الان وضع الشعب الليبي منو اللي بيفتكر دلوقتي الوضع احسن منو بس يعني سؤال بسيط وما عاوز اتكلم عن الموضوع ده حسب اللقاء ده لكن بكلمك عننا هنا في السودان طيب الحزب مستقبل اللجان الثوريه في السودان ما انا اقول لك اللجان الثوريه اساسا تعريفها حركه لا تدعي للاستيلاء على السلطه حركة لا تدعو للاستيلاء على السلطة يعني احنا ما عاوزين نبقى سلطة انما نحرض الجماهير للاستيلاء على السلطة عبر المؤتمرات واللجان الشعبية كل كلامنا كله كلمتين دول دول كل شغلنا عشان كده بقول لك الاحزاب اي حزب في اي مجتمع هو ما كله هو جزء صغير يعني حزب هنا جزء وجزء 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 مجموعة اجزاء مجموعة الأجزاء دي بتتداول فيما بينها بأساليب كثيرة الحركة كيفية الاستيلاء على السلطة الحركة دي مع دعوة الجماهيرية دي مع دعوة جماهيرية ممكن يعني تستقطب أي مواطن مع ذلك ما لقت حظها في الانتشار ما لأن الأسلوب بتاعها بيختلف عن أسلوب الحزبي أنا بجيبك عشان تدخلني البرلمان عشان انتخابات بتعامل معك كويس وصب عليك وبعرف يوديك وسلفك واجيبك عشان بعدين تبقى احنا ما كده نعم احنا ما موضوعنا يعني مختلف شديد ظليتوا مجموعه صغيره محدوده احنا ما مجموعه صغيره في السودان يعني احنا ما مجموعه مقارنه صغيرة. بالاحزاب الكبيره مش حكايه يعني. احزاب احنا مجموعه محروقه 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 اي احنا مجموعه محروقه
يعني مقدمين نفسنا لأي حاجة كده، تعرف ليه؟ مجموعة بتاعت سجون، مجموعة بتاعت معتقلات، مجموعة عطالة، مجموعة محترفين، مع أي حاجة، دعاة محردين ثوريين. اللي بنحردهم دول ما بنلمهم علينا، ما بنعمل تنظيم جماهيري، ما بنعمل تنظيم جماهيري ولا عاوزين نعمل تنظيم عقائدي. احنا داري نحررك انت، نقول لك القرار اللي عملته الحكومة ده قرار ممتاز جدا، لان هيستفيد بيه 30 ألف مواطن لما يوزعوا 30 ألف جهاز أرض، مش كده؟ بصرف النظر الحكومة منه. لكن لما الحكومة تيجي تبيلها أربع قصور لأربع ناس، نقول لها القرار ده مش صحيح، لان هيستمتعوا بيه أربع بس من 40 مليون. ده شغلنا، شغلنا تحريض وتناصحي بالمناسبة. يعني احنا نقعد مع الاحزاب بتاعت المعارضه. انا هرجع لك حول مستقبل اللجان الثوريه على الاقل في السودان. دكتور السجاد، رغم الكلام عن المنظومه الخالفه، لكن السجاد كون في مرحله من المراحل اسناد الاسناد الحوار، ما برضو ما قادر نفهم تيار حزب، المهم حاجه سميتها اسناد الحوار. واعلم بالضروره انه الدكتور السجاد وهو يتململ داخل الحزب فكر وبشر بحزب وليس المنظومة الخالفة. كان عندك فكرة إنشاء حزب؟ لا، ما حصل، ما في فكرة جدا. عندي فكرة المنظومة دي وده المشروع قدامي، ما عندي شغل. دكتور، أنا شخصيا قلت لي إنك ممكن تعمل حزب. والله لا منصة، نحن كنا فكرنا لما قيادة المطور الشعبي وشعرنا إنه الأمين العام كسلان، وفكرنا نحن كيف ننطلب المنظومة. كان في خيارنا نعمل حزب، هذا منصة عشان تنطلب منها المنظومة. طيب إذا الشعبي ما إذا الشعبي يعني ما يعني ما انتقل ما أيوة ما دا يمشي في اتجاه، معناه نحن أصلا كان الشعبي أكاد بعد انتقال الشيخ حسن، المنظومة تحتاج لمنصة بتاعت انطلاق بديل للشيخ حسن. شكلها شنو؟ ما أخذ فكرتك على الحزب شنو؟ كنا نفكر فيها، كنا نفكر فيها ما هي منصة الانطلاق للمنظومة الخالفة. كان شيخ حسن، كان شيخ حسن، وشيخ حسن شخصيه كان كان شغال في ترتيبات عشان يسلم المطور الشعبي. بعيدا عن شيخ حسن، نحن هذيك نحن لما انتقل شيخ حسن، شيخ حسن قبل ينتقل كان خلال 3 شهور حيقوم المؤتمر عام وحيسلم الحزب ويبقى في حته محايده من كل المشهد السياسي، من كل القوى السياسيه، ويطلق فكره المنظومه ويبقى هو النحاسي. لما توفي شيخ حسن فجاه بدينا نفتش للحته اللي بتحل محل شيخ حسن في المنصه اللي بتنطلق منها المنظومه. ده كان تفكيرنا، هل الشعبي ممكن؟ الشعبي قلنا كان مبتكر انه الشعبي بانه حزب الترابي والناس اللي فيه وتشبعوا فيه، ناس كثيرين استمعوا للحكايه وخذوها وشبعوها، وكان انسب حته انسب منصه تنطلق. لما ما كده بدينا نفكر يعني ما هي المنصه المناسبه، نعمل لنا تجمعات، نشوف الناس اللي تكلم معهم شيخ حسن. دي اخر حاجه بقينا عليها. لكن قبل كنا فكرنا نعمل حزب ان شاء الله من 5 انفار زي احزاب القاعده دي، ونعمل منصه بتاعت الانطلاق. دي كانت فكره وقت الوكات. لكن بعد ذاك بقينا على انه الناس اللي اتصلوا شيخ حسن وتكلم معاهم جمعناهم وعملنا منهم. دكتور السجاد، سافرت اوروبا ووقفت على تجربه الاحداث في اوروبا. والله ما هي جدا، الناس كلها واقفين على التجربه. انا كيف قلت انا بفتكر انه نحن قصة الحزب الصلد دي، والحزب اللي الناس يلفح عمامه ويجي يقعدوا داخلين وما يرقوش عليهم يعصيهم، ودي دي دي زمن الجهوز. يعني انا شايف اوروبا مشت كثير، يعني حتى اللي قلت انا لاخونا في اللجان الثوريه انه اوروبا يعني مشت في قصة طير السياسية. فنحن حقيقه نتوق، ودي الفكره، حتى لو عملنا المنظومه دي ترى نستفيد من الجيل مع الجيل الثوري اللي حاسس شغال ده، والبيان بيعمل في حراك. ده ما عنده علاقه بالاحزاب السياسيه، ما عنده علاقه بالشعبي ولا بالوطن ولا بحزب الامه ولا بالاتحاد ولا بالشيوعي. نيفر. ما ده جيل انا قعدت فيه وظهرت وطلعت معاهم مظاهرات، بطلع معاهم وبخش معاهم في جروب، بعمل لايف وبيشاركوني بيشاركوني. انا شغال معاهم مع الجيل ده وحقيقه ما منتمي. ها؟ ما منتمي. لا، ده جيل مش ما منتمي، ده جيل عنده رافض كل المشهد السياسي. انا بدي معكم حوار يا اخوان، انتم الان شغالين، انا معاكم، حاسس نازل معاكم الميدان وبظهر معاكم، كل محدد الحته فين نمشي بنطلع يا اخوان. لكن طيب الواجهات الحزبيه في الحراك دي انا بدير معه حتى الهدف في البيت برضه. طيب الواجهات الحزبيه شنو في الحراك دي؟ الواجهات دي هلاميه. انا بدك قصه التيم مع المهندس جسم هلامي، فقط بيعمل التيبل، بيعمل الجدول وقاعد يوم ما معروف، لكن ما مسيطر على الشباب دي. لا لا، انا في البيت عندي غرفه بتاعت الاولاد، مكونين غرفه وعندهم مجموعات بتحرك وظهر. انا مش درج بابش ورا مش كده بطلع دوريك الكلام. انا الحكايه دي اخواننا دي حصوره بتاعت شباب بتاعت جيل، وانا ما عندهم علاقه بالاحزاب. انا داير حيون. والله
كده خلينا من تحيته خلينا في احزابنا. لا لازم اقول هذا الشولاء الشباب ده لازم تكونوا مدجن ومايع وحالي كيف انا قلت يحلقوا ودي يحلقوا يلبس ما يلبسوا انا بحترمهم. عندهم همه، عندهم وطنيه، عندهم قيل على بلدهم، عندهم فهم، عندهم روع. حتى 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 السيد الرئيس تحدث انه عندهم حق مشروع يعني مش حق المؤتمر الوطني دعا امشوا اكتشفوه. نعم. انا بفتكر حقه محتاج تمشي تقعدوا معاه ومش تقعد تخش جوا. انا حاسس لما دخلت لقيت نفس الحكايه ما لقيت ما لقيت شيوعيين ولا باسين ولا شعبيين ولا أصلاً لا ولا تجمع مهنيين. لا 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 ده انا اطمئنيت على السودان اديك نصيحه اطمئنيت تمام كتبتها في حزب الله الشباب لا منتمي اطمئنيت على السودان دين الناس دين متى ما احترموا البلد دي بيعبروا بها. نعم. لكن يعني كده بفتكر انا حاسس لو دخلت انا بعد بفكر في المنظومه دي تفكر في تفكير جديد مع البارح بتكلم كيف نحن ما حنعملها بالعموم ولا في حجه الاجنبي نفا بحلاقات نفا بحلاقات دي بلاطين سيستم كده. سيد عابدين نرجع لمستقبل اللجان الثوريه في السودان. واضح اننا الان ماشيين على تكرار تجربه وتكرر كثير في السودان. النظام ماشي على الانتخابات مع الأحزاب المشاركة له ربما تشارك أحزاب أخرى في الانتخابات أو حتى لو حصل تغيير زي ما بعض مطالب المحتجين في الشارع التغيير شكله معروف التغيير بيجي فترة انتقالية بعدها بتكون في تجربة حزبية ديمقراطية. دار أسأل وين فرصة اللجان الشعبية الفكرة في الواقع ده؟ اللجان الثورية نمسك الحادث يعني مثلا أقول لي تحليل الحادث ده زي ما تفضل الاستاذ وقال دول ما منتمين وكده وما كده احنا في الجزئيه بتاعت الناس لما مشكوا قالوا ايش بنزين كده وبتاع دي كانت فعلا ابداع للمواطن السوداني وخروج من مطالب مشروعه ايوه من الغمه اللي عليه والخوف والخلعه صح ودي نجحت في انها الحته الصغيره دي بتاعت المشوار بتاع الثلاثه يوم الاولانيين دول لما كانوا بيور يعني بيتكلم نجحت قبل ما تخش القوى السياسيه نجحت في انها توفر لنا الرغيف نعم ونجحت توفر لنا بنزين نعم الجازولين نعم نمط صحيح سوداني اصيل من شباب فعلا ينطبق عليه الكلام اللي بيقوله التخريب العربيه بتتحرق والمكتب بتتحرق والبيت بيتحرق وما كلنا زي بعض كده في واحد عايز يبقى بطل في الزور يلبس له حاجه حمراء في راسه وفي واحد يعمل له جيفاره وفي واحد يعمل يعني شباب لكن مين القصه قفز عليها من قفز من في الباخره زي ما قالوا بتاعت الانقاذ ودخل طوالي الباخره بتاع الجديده دي او السفينه الجديده دي ده الحقيقه هنا بقى احنا عندنا وقفه دخلت القوى السياسيه ده عندنا وقفه في الحته دي لانك انت تبنيت شيء ما بتاعك وحاولت تحرق اذا كنت ماشي في مظاهره نقول نمشي مثلا القصر نقدم مذكره وعندنا تصريح وعندنا كده وبتاع فجاه يكون في اربعه قدام كده يروح محولنا على حته ثانيه يعني كده يعني وده شغل بتاع يعني الحرفنه السياسيه والتجربه بتاعت السياسه بتاعت السودان ده اللي عندهم اساليب كثيره جدا في خطف المواقف في الاقنعه في الاستطار في الحاجات دي يعني دول مدربين عليها كويس يعني الناس فلما دخلوا الناس ان هم حولوها بقى لسياسيه دي خميره كويسه جدا ممكن ينمو عليها عمل وده اللي حصل الشهر اللي فات ده كله كل العمل ده نام طب لما العمل ده نام على الاساس بتاع المطلبي ده لما انت تزح العمل المطلبي ده كده وتحله هيجيب على شنو ده؟ الشغل السياسي فقط على الاحزاب اللي قامت بالشغل ده هتنكشف وهتسقط اجتماعيا لانها هي هتكون السبب في تفجير الموقف المعقول الى موقف لا معقول يؤدي لتخريب وموت وضرب وجرح وكده. دكتور سجاد عشان بلديك تعقب على السيد محمود لكن داير اقول انت تكلمت عن الشباب ديل ورئاسه الجمهوريه تكلمت ان هؤلاء الشباب عندهم قضاياهم عندهم احلامهم المشروعه الحزب الحاكم دعا للحوار معاهم يمكن يكون في اتفاق عام على انه هؤلاء الشباب او هذا الجيل محق في مطالبه حتى السياسية وانت قلت قربت منه كيف يمكن الوصول ليهم ما هو في النهاية كلام عن الجماهير والله انا شوف انا بس داير اوصل لك السؤال بشكل عشان نعرف انه طيب نصل للشباب ديل كيف عشان نحاورهم كيف نصل ليهم والان في لافتات سياسية
يعني الان انا ساكن في منطقه احتجاجات يعني في بري، بعرف انه والله صحيح في شباب لا منتمي في الحي، لكن بلقى حركته وفقا لحركه تجمع المهنيين مثلا. كيف نشيل اللافتات دي ونصل للشباب دي؟ كويس. انا افتكر الشباب اللي وصل لهم اول شيء تكون في معاون. وانا بديك مثال، نزل مشبكين جدا بالمناسبه، مشبكين ما تذكر نزل الكم الهائل ده ساكت الفيسبوك مشبكون. انا حصل لي كيس في مظاهره بوري جد داخل شكوا فيها. لا ما يعرفوني. أنت مصدر شك أين ما ذهبت؟ ما صغير دول شباب ولا دول؟ هناك ما خذوا جنب اثنين. معلش جيب موبايلك. فتح الاستوديو وفتحت الاستوديو. معلش قلت له خلاص كويس. لا قلت أحب أطمن أكثر. أنا طبعا عندي ثلاثة الحمد لله ثلاثة أولادي بالتير خمسة كلهم قاعدين شغالين في الحراك ده. قلت له أبو السجاد جهزوا أنت أبو السجاد؟ يجيبهم. قلت له أي سجاد من ولدينا؟ وانت انت انت ابو الثوره نحييك. فذلك انه النادي مشبكين. انا بس كنت اقولها كده. القوه السياسيه ما بتنجح فينا تختطفهم. انا افتكر ما في طريقه، بس في حاجه ما في طريقه. فكنت انا اقول المهم انا ادقوا في قصه القوه السياسيه. نحن صرنا برضه حواري معهم. قلت له اخوانا الان الحكايه دي اذا الحرب ده ماشي كده في النهايه حيستلم الجيش. والجيش ده اصلا ما مهيئ لانه يحكم براءه كده، لانه ما يعني الضباط ده ما بدرسوهن الاداره والتنظيم والعمل السياسي والعمل الجماهيري وكده كده. لما يمسكوا الجيش اوكي بيمسكوا بيعملوا البلد وكده كده دخل حيضطروا يمسكوا الجيش. يمسكوا البلد اذا حصل فيها اضطراب. ده واجبهم طبعا، لان سياده البلد مسيرته التاريخيه والاخلاقيه. اذا حصلت كيس حصلت فوضى ودي انتم تصلوا اليها. وصل ما استلمتوا انتم. الجيش بناحية يفتش للناس العالم، يشوف المخابرات، يشوف الأحزاب السياسية، حيضطر يتكي على جهة برضو جهة برضو ترجع لنفس. عشان كده أفضل أنا قلت أفضل نحن نعمل تسوية. أنا طرحتها كان عملت طلعت لايف الأسبوع الفات أننا هل يا أخواننا ما هي الخيارات؟ هل أفضل نخليها لحد ما تصل استلم الجيش الدخل، ولا أفضل نحن نقطعها بتسوية سياسية؟ ده كان لايف طلعت الأسبوع الفات. أنا ما ده سؤالي. طيب أنت التسوية بتعملها مع منو؟ ما هو لأنا السؤال الوصول للشباب دول والتحاور معهم. خلينا سيد عبدين عندك مداخلة. أنا بقول في إضافة حق الناس تنتبه لها، لأن الناس بتتكلم على الحوار الآن. نعم. في الزحمة دي بتاعت الناس بيتحركوا كيف وكذا. يا أخوانا الأجابة مش تواصل اجتماعي. وفي حزب سياسي إلكتروني. نعم. حزب سياسي إلكتروني. التعبير جميل، حزب سياسي الكتروني. مديرينه مجموعة من الشباب السودانيين المعارضين في أوروبا، وعنده فروع في كل موجود في أكثر من حتة، بيخطط وبيدبر وبيستجلب أموال وبيعمل عشان الأحكام تكون بريئة 100% يعني. لا واحد يقول بالضرورة ما بريئة. يقولها بالصح يعني. والحزب الإلكتروني ده نفع في بلاد كثيرة. لما قناة من القنوات ابتدت تشتغل على نظام من الأنظمة المعينة اشتغلت وراء لغايه لما جابت اجله يعني. نعم. مش عاوزين نقول هي منه. نعم. تمام. فاحنا دلوقتي في ناس برا قاعدين للشغله دي عملوا الحزب الالكتروني ده استغلوه. نعم. بتجهد كل محاولاته الواقعيه في التحليل. يعني اذا كان الواقع بتاع التحليل بيستدعي ان زي ما قال الاستاذ الناس تقعد تعمل تسويه، انا برا ان الرئيس يختار مجموعه من الشباب الرافده ويعمل معه حوار. ارى كده يعني يعمل معه حوار، يشوف رايه، يشوف كلامه، يشوف ايه ويشوف ايه كخطوه من الخطوات بتاعت تهدئه الموقف. لكن المشكله الصراع الحزبي عنده قوانين غير القوانين المنطقيه. الصراع السياسي على السلطه عنده قوانين غير القوانين المنطقيه. ان كيف افشلك انت عشان اجي بدالك، ولما تقعد ما حتقعد شهر ولا شهرين، كيف انقلب عليك تاني زي ما حصل؟ حكم مدني، حكم عسكري، حكم. احنا كم من الاستقلال كم 60 سنه صح؟ وكم سنه احنا حكم مدني؟ 11 سنه. ال 61 سنه الباقيه دي حكم عسكري. دكتور سجاد، تسويه او حوار في النهايه الشباب ديل لو اخذناهم النموذج محتاجين لجسم. طب رجعنا لسؤال الحلقه، رجعنا لسؤال الحلقه الاساسي. يعني انا عشان ابعد معاهم، انت بتقول مجسرين مع بعض، مشبكين مع بعض، انا في النهايه محتاج لجيسي ما اقعد معاه. انا ما شايف انهم كلمتهم، قلت لهم بطلوركم دي انتم ما حتكون على الهامش. انا سؤالي، هل احنا مضطرين برضو انه نعمل حزب؟ لا ما نعملوا، ما بدهم حزب. طيب هم مدارس مختلفه، فوق يسار فوق يمين فوق كده، ما حاجه واحده. احنا في البحث عن البدائل، كلهم متفقين على التغيير، ده يغيروا للافضل، كلهم متفقين على
انه نظام واحد كده ما دارين له كده وما دارين يغيروا ده انت غير العالم كله ديمقراطيه حريه كده يعني هم جادين في الموضوع ده يعني ما لهم خلينا نخشوا في العالم شايفين العالم واصدقاء وبيتعاونوا لغات ما شاء الله كلهم خلينا نركز فيهم كجسيم يلا كجسيم ولا عشان احدثه انا قلت ده انا نحاور الان مطروح الحوار الحوار مع ما عندهم طريقه هم اغلبهم حوار مع منو الان هم قالوا اغلبهم فعلا ما في طريقه الانقلاب العسكري ما خيار لانه الانقلاب حيحدث كيها واحد في النهايه حيضطر حتعلم مع جهه واحده يلا هم بيفتكروا انه صحوا مع التسويه السياسيه طيب لكن الاحزاب لكن الاحزاب يحجموها كيف ما هم ما عندهم طريقه غير الاحزاب يعني في النهايه يرجعوا للاحزاب يكون جزء منها هم بيفتكروا انه لازم يكون جزء من الحراك في كلامهم انا قلت لهم رايي تخشوا الاحزاب السياسيه تغزوها ده اقرب طريق لكم يخشوا الاحزاب لا ده واقع ده ما واقع زي ما واقع اتفرض على الناس اليسار الثوريه برضه مفروض عليهم يعني حامل الافكار اليساريه يخش الاحزاب اليساريه واليميني يخش الاحزاب اليمينيه ده الخيار انه طيب نكون انتجنا نفس لا ما انتج عكس يمشي غزو يا ولد فهم قلبات عندنا انتاج نفس يقلبوا الشعبي يقلبوا كده ما حدا نحسب المنظومه لان ما يكون قيادته ما قل من اكثر من 40 سنه ده شعارنا رافعين عزي اكثر من 40 سنه ما يكون ذاته كل شباب يعني سيد محمود لفينا وجينا راجعين بانه الناس ثاني مضطره انها تخش في في حاجه نحن طرحناها يوم 24/11 في المنطقه التاسع لحركه اللجان الثوريه التاسع انا ونظم نعمل ملتقيات طوال شعارنا ما كان شعار الملتقى ما كان عنده صله بشكل تنظيمي باللجان الثوريه طيب يعني ما قلنا حركه ثوريه فاعله ما قلنا حركه ثوريه منتشره ما قلنا الدفاع عن الوطن اهم من صراع السلطه انا عاوز قراءه وكتبنا في الفيسبوك يا اخواننا اجروا معانا العباره دي الدفاع عن الوطن اهم من صراع السلطه هنتصارع على السلطة هنجيب سلطة مش هتعجب الناس لكن لما نحط الهامش الوطني قدامنا الهدف الوطني مؤكد زي ما بيقول الأستاذ نتجمع شوف المهددات والمخاطر بتاعتنا هي شنو لأنه ما في مخاطر يعني احنا قاعدين ثلاثة كل واحد في اتجاه لو فرضنا حصلت أي كارثة ما بتفرز بيننا يعني لكن احنا في وطن المفروض ده يكون النقاش مش النقاش يكون تغيير زيت بعبيد ولا تغيير جيش بأحزاب اللي يجي يحضر ويتفق عليه الناس يتفق عليه الناس هيكون وفق الاتفاق زي ما حصل في الحوار السياسي اللي الناس زاغوا منه ده الحوار الوطني الحوار الوطني في حاجة يعني أنا بقولها وبفكر فيها يعني طيب إذا إحنا الحكومة الموجودة اللي هي الناس بيقولوا مرفوضة من الجماعات دي طرحة انتخابات 2020 واحنا في يناير 19 يعني باقي لنا سنه 13 سنه احسن ال 13 شهر دي نجود فيها نفسنا زي ما بقول للناس والناس الرافضين يعملوا اطر سياسيه اطر حزبيه جماعات يكونوا نفسهم مرتبوا نفسهم وبتاع ويخشوا في عمليه انتخابيه يضمن فيها النزاهه والشفافيه ويجيبوا اللي يجيبوه ولا نموت بعض شهرين جايين دول برضو يعملوا أطر انت رجعت برضو سيد عبدين انه ما هم مضطرين يعملوا أطر ايوة ما بقول لك او نتشاكل بقى ويتصاعد الصراع الموجود اليوم ده وتخشوا قوة جديدة وفي قوة اصلا اجنبية داخلة فيه يعني مش ما داخلة ما بريء يعني ونبقى في حالة بتاعت دكتور السجاد قلت ما في خيار غير انه يخشوا الاحزاب دي ويعملوا انقلاب داخلة سياسية ايوة يس يعملوا انقلاب داخلة الشاهد ونحن قبل في بداية الحلقة تكلمنا عن قوة الأحزاب قوة الطائفية قوة ما تكون عليه الحزب في السودان أنتوا في الشعب شباب ما قدرتوا تعملوا حاجة نقدر قدرنا لا ما قدرتوا قادرين ظل الحزب يدار بالطريقة التي يدار ما بها ما صح المؤتمر الوطني المجموعة اللي كانت تدعو للإصلاح اضطرت أنها تطلع وتعمل حركة الإصلاح مذكرة الألف مذكرة العشرة الشباب في حزب الأمة برضو ما قدروا يتجاوزوا القيادة التقليدية والإدارات والأقسام بتاعت حزب الأمة الحزب الشيوعي طلعت حق واحد وحق اثنين وحق ثلاثة ظل الحزب موجود شنو المؤشرات اللي بتخلي الشباب يستطيعوا أنه يعملوا انقلاب في الشعب في الأحزاب في الشعب ده قوة ناشطيه أقوى من هياكله ظل الحزب يعني ماذا لا أقول لك يعني وين الانقلاب اللي حصل في الحزب الانقلاب اللي حصل في التغيير ماشي التغيير حيحصل في الحزب ده وحق الشباب
خذها مني لانه وده ما اشتراها الحسن حمد قاعدين احس اعرف في شعبي ماسك شنو تحت جبت قلت قيادي وفي شعبي لا عضو امانه لا عضو قياده لا عضو لكن بعمل البارح عامل لي وقفه في دار الشعبي وكذا وامبارح بطلع في تصريح بطلع نحن عندنا حاجه اسمها الناشطين عملنا حاجه يا الشعبي ده عشان نطلع قصه الشعبي كسرنا ولا كسروا ولا قيدنا ولا نقيدوا حاجه اسمها الناشطين هي ضدنا نعمل هنا قعدنا استرد قال اخي لما كان امين عام الشيخ ابراهيم ما بتعبر عن الحزب لكن لحظه اقول لك يا شيخ ما بتعبر عن الحزب بالطريقه دي انا اديك مثال بس اديك هنا قبل كنا نتكلم موضوع قبل كنت قال انت كنت احنا ناشطين قام جينا الشيخ ابراهيم قلنا له يا اخي تعمل مؤتمر عام الشيخ ابراهيم السنوسي لما كان امين عام قلنا يا اخي جبنا منظمه مذكره الحزب ده كله قال له تمشي وما تمشي ومؤتمر تعمل مؤتمر تعمل مؤتمر ما قدروا لما كله ما قدر تعمل ما قدر تقنعه جينا عملنا مذكره على الناشطين وقعنا عليها وعدنا معه قلنا نحن الناشطين قال انا ما عندي حزب رصاصي قلنا له تعملوا في النهايه استجاب عمل المؤتمر وشالوا فالحزب ده قلنا الناشطين عنده حاجه في الشعبي في حاجه اسمها تيار الناشطين ده تيار مؤثر جدا بيضغط وبيعمل حاجات وحاسس البارح ابراهيم طلع اضطر يطلع يطلع هو قاعد رئيس الجمهوريه والناس انتقدوه كيف تطلع بيان زي ده وانت مستشار رئيس الجمهوريه مساعد نعم مساعد رئيس الجمهوريه طلع بيان دل صوت الحزب دو صوت الناشطين الناس اتحد الناس الشعب الان في الشارع الشباب كله في الشارع الشباب قاعدين يطلعوا المظاهرات ويتضربوا والان في المعتقلات معتقلين وفي المستشفيات راكدين اكثر من احزاب سياسيه كان ده الشاهد الحكايه يا اخوانا انا لسه ارجع لقصه التسويه السياسيه يا اخوانا ما في حل غير التسويه السياسيه حسي بعد ده مخرج موضوع الشباب ده يبقى جزء منها يبقى جزء منها والاحزاب الان تكره من هنا لقدام حتتنافس فيهم في الشباب ديل حتتنافس حاسس احنا بدنا نجهز خطتنا والرئيس بيجي والمطرطه بيجهز خطته وحد ما حد اي حد يتحسس كيف يخترق السوق ده سوق سوق فتح سوق فتح الحزب الشاطر بيلقط منه لكن انا اقول انه نحن في التسويه السياسيه دي المطلوبه يا اخواننا نحن عايزين حاجه مطلوبه مبادره سياسيه تقطع الطريق امام الفوضى امام احتمالات الفوضى والفرد وارده الحكايه دي لو وجد الوتيره دي الصوره دي بينهار وبينحد سيد عبدين قلت انه يعملوا اطر هل سيد محمود عبدين المنسق العام للجان الشعبيه بعد كل هذه التجربه وصل الى استحاله تطبيق فكره اللجان الثوريه ما انت قلت لي في النهايه مضطرين نعمل اطر وانت اللي قمت قلت لا من تحزب خان والنظام الجماهيري وقلت الغزه كل ده قلته لكن انا بقول لك حيعملوا الانسان الثوري الحقيقي واقعي نعم ان في دماغي ده هل الفكره ما واقعيه طيب لا ما لا ما شرط يكون في السلطه لا لا, لا احنا برا نعم. الكلام ده كله نعم احنا يعني النهارده زي ما بقول لك التحليل الجماهيري يعني احنا بنحلل المواقف السياسيه بشكل جماهيري طيب بيختلف عن التحليل الطبقي بيختلف عن التحليل الطائفي بيختلف عن التحليل كده بيختلف عن التحليل كده وبالتالي ما عندنا اي مانع ان نتناصح مع اي قوه موجوده بتحكم الناس عشان تمشي كويس عشان ما تذل الناس احنا بينا بالمؤتمر الشعبي المؤتمر الوطني كثير من المذكرات في الشغل ده انا بقول الكلام كله اللي بنقوله ده يعني معقول ان نقول الكلام ده كله والمؤتمر الوطني نعتبره خلاص انتهى بالضروره طب دوره شنو ما كلام كده يعني مش كده يعني دورنا معاه شنو ودوره مع الناس خاصة ان هو طرح الحوار يعني ودوره مع الناس الموجودين دول شنو مش كده ولا كيف نعم. ما نتجاهل ده عشان ما نشوف الشغلانية بعين واحدة يعني انه خلاص ده شغل وثورة وكده لا 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 يعني ما بنشوفها كده ابدا احنا ابدا ما بنشوف المسألة دي كده هتطور انا بشوف المسألة دي هي زي ما بدت في سوريا هي زي ما بدت في ليبيا هي زي ما بدت في لا بد من تلافي اثارها لا بد واحنا مين اللي قال البلد ما مهدد مين البلد اللي قال البلد ما عليها حصار اقتصادي عليها حصار سياسي مين قال البلد دي ما دارين يفتتوها عشان يسيطروا على ثرواتها مين قال ان الاستعمار الجديد ما راجع اذا كان جوه الحكومه في ناس كانوا بيدعوا لتشكيل راي عام للتطبيع مع اسرائيل كيف الكلام ده البلد دي مهدده يا اخوانا صحصحوا كده وشوف السودان واحنا بنقول دفاع عن الوطن أهم من الساعة والسلطة الوطن بينادينا عشان نحميه أول نحمي الوطن لأنه لو المطن ده راح حنسرع على شنو وين السلطة اللي حنسرع فيه ده بيهمنا سجاد الكلمة الأخيرة لك والتسوية السياسية هل بتفتكر أنه الشباب ديل التواصل معهم محتاج لوسيط مو شوف ما في وصفة جاهزة للتواصل مع الشباب لكن مش بالتصوير نحن لين اسبوعين او 10 يوم تقريبا عملنا مبادره لتجميع مبادرات السياسيه في الساحه السياسيه
وعملنا وتعال اجتماع في بيت برطم، جبنا كل البادرات المطروحة خمسة بادرات، بادرة عملناها ناس المستغلين نوب نستناس برطم ذات عندهم مبادرة، بادرة عملوها ناس غازي مجموعة بتاعتهم، في مبادرة عملوها ناس نداء السودان قادر الناس الإمام الصادق الخلاص الوطني، وفي مبادرة نحن قدمنا مبادرة الحوار باعتبار انه هو الحوار الوطني هو مخرج، هو المخرج ما جاء في الحوار الوطني، هو مخرج بس مش انه مشكلة انفاس الخمسة مبادرات، نحن جينا خمسة وقعدنا فين عملنا لجنة وشكلنا لجنة حسي صح غاعة بطيئة، لكن في النهاية وفي قلنا اي مبادرة تظهر نحاول نلما عشان نقدر نعمل لنا حاجة نوحد الشعب السوداء على رؤية نعمل بقى نخطب بقى الرئيس والحكومة يمكن عسى والشعب والشارع بعد ذلك عسى والعالة تخفف الأوضاع يعني إن شاء الله. للأسف الله ينتهى الزمن المخصص لهذه الحلقة. السيد محمود عابدين المنسق العام للجان الثورية في السودان، دكتور عمار السجاد مرحب بكل الطواقي والمواقع القيادي للمؤتمر الشعبي. سادة مشاهدي قناة مدرمان، انتهى الزمن المخصص لهذه الحلقة من الحركة السياسية في أسبوع، وإلى اللقاء في حلقة قادمة الأسبوع القادم إن شاء الله. كونوا بخير.